وقد حصل لأحد العلماء الكبار أنه كان أبوه من كبار الأغنياء في بغداد، وكان تاجرا، ومات أبوه وورثه بعض المال، واشتغل بالعلم وجمع الحديث حتى أصبح من كبار المحدثين، ولكنه افتقر فلم يبق له إلا دار سكناه التي يسكنها وفيها عياله وليس لهم طعام، فخرج إلى المسجد وهو يفكر في بيع داره لنفقة أهله، فمر بأحد الصالحين فعرض عليه ذلك وقال إنه فكر في بيع داره وأنه لا يعرف من أين يأتي هذا الأمر ولا يعرف كيف يبيعها، فجعل يحدثه حتى دخل معه إلى متجره فأعطاه خبزتين بينهما عسل وإدام، فقال أطعم هذا أهلك حتى تفكر في بيع دارك، فحمل الخبزتين على كفه وأسرع إلى بيته، وبينما هو في الطريق رأى امرأة تحمل صبيا يتيما وهي في غاية البؤس والجوع، والصبي اليتيم ينظر إلى الخبزة في يده، فرأى نظرة الصبي الحادة إلى الخبز، فرأى أنها فرصة يمكن أن يقرض الله فيها قرضا حسنا وأن يبادر لإعطاء ما لديه وهو لا يملك غير هذه الخبزة، فقال للمرأة أطعم الصبية هذا الطعام، فاستغربت ذلك وهي لا تعرف الرحمة في ذلك الوقت في وقت البؤس والعسر والمجاعة، ورجع هو إلى بيته لم يبع داره ولم يأتهم بطعام، فوجدهم في غاية الجوع، فقالوا اذهب إلى السوق لعلك تجد من يشتري منك الدار، فذهب إلى السوق فوجد صاحبه الذي أعطاه الخبزتين والعسل والإدامة بينهما، فقال له يا فلان أبعت دارك؟ قال لا. قال فما هذا الذي أتى إلى بيتك؟ قال خرجت من بيتي وليس فيه شيء جديد. قال بلى، لقد جاءت عير إلى بيتك. فخرج إلى بيته مسرعا فإذا عير كبيرة فيها من أنواع الطعام والتجارات والنقود الشيء الكثير، فسأل أصحابها هل هم ضيوف، ماذا يريدون هنا عند هذه الدار؟ قالوا إن أباك كان قد أقرضنا مالا ونحن من أهل خراسان وقد عملنا فيه مدة 30 سنة، وهذا مالك وهذه أرباحه وهذه هدية لك. فخاف هو خوفا شديدا من أن يكون قد عجل له ثواب الخبزة، وبكى بكاء شديدا خشية أن يكون من الذين عجلت لهم شهواتهم في الحياة الدنيا. وبعد ذلك نام فرأى في المنام العرض على الله يوم القيامة، ورأى الميزان توزن فيه الأعمال، فرأى صحائف حسناته وصحائف سيئاته، فلما وضعت السيئات في الكفة طار عقله خوفا، فجعل الملائكة يأتون بشيء من الحسنات فيضعونه في الكفة ثم يضعون فيها شيئا آخر، وكل ذلك على قلبه وإدراكه وهو في غاية الخوف أن ترجع كفة السيئات، فتساءل الملائكة فيما بينهم عندما اعتدلت الكفتان ولم ترجع إحداهما على الأخرى، تساءل الملائكة فيما بينهم هل بقي له شيء؟ فقال الذين يلون السيئات لم يبق له شيء، وقال الذين يلون الحسنات بقيت له خبزتان بينهما عسل وإدام. فجيء بالخبزتين فوضعتا في كفة حسناته فرجحت كفة حسناته، فإذا الخبزتان أثقل من كثير من الأعمال الصالحة الكبيرة التي كان عملها من حج وجهاد ونفقة وصدقة وقراءة وعلم وغير ذلك، فتعجب من هذا الأمر فجعل يسائل عنه، فقيل اكشف الحسنات، فجعل يقلب حسنة فإذا تحتها شهوة خفية،
ثم يقلب حسنة فإذا تحتها شهوة خفية، فهذه الشهوات الخفية تنقص ثقل الحسنات في الميزان. فكثير من الطاعات يمارسها الإنسان لا بروح التعبد وإنما يمارسها بروح الهواية. فكثير من الأسخياء الكرماء ينفقون أموالا طائلة، لو أنفقوا أقل منها بنية صادقة وإخلاص لأنجاهم الله بها، ولكنهم لم يفعلوا. كان عبد الله بن جدعان وهو من بني تيم بن مرة من قريش، وبنو تيم تميزوا في قريش بالسخاء، منهم أبو بكر الصديق، ومنهم طلحة بن عبيد الله الفياض، ومنهم في الجاهلية عبد الله بن جدعان. وقد عرف بنو تيم من بين قريش بالسخاء والبذل، فقريش كل بطن فيها محطم للرقم للأرقام القياسية في مجال معين، وبنو تيم منهم أسخى قريش. وكان عبد الله بن جدعان أسخى تيم، وكانت له مائدة يطعم منها كل أهل مكة وكل الحجيج وكل ضيوف الرحمن، وفيها يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي: له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي، إلى ردح من الشيزة ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. لباب البر أي صفوة القمح، يلبك أي يخلط بالشهاد جمع شهد وهو العسل. وكان إذا أتاه الضيوف قال لهم: احتكموا، أي أنتم محكمون فيما تحبون، من أحب منهم أي نوع من أنواع الطعام لا بد أن يحضره له. وكان إذا أتاه الشعراء يقول يخرج أهله عن البيت والمتجر ويقول: خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم، لا يتدخل لكم أحد. وقد اشتهر بهذا الكرم العجيب. لكن سألت أم المؤمنين عائشة وهي ابنة عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الفقير والمسكين وابن السبيل، أفيغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يعرف الله جل جلاله، فلذلك ضاعت كل أعماله، لم يكن لها فائدة. ولذلك التصرف على أساس المعرفة هو التصرف النافع، الذي يصلي وهو يعرف الله تنفعه صلاته، والذي يصوم وهو يعرف الله ينفعه صيامه، والذي لا يعرف الله جل جلاله عبادته شهوة ولذة وتقليد فهي مدخولة. كان أحد الدعاة المعروفين في زماننا قد اتخذ ببغاء في بيته وعودها على قول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فكانت الببغاء تكرر هذه الكلمة وتذكر بها أهل البيت في كل الأوقات. وفي يوم من الأيام دخل قط جائع فاعتدى على الببغاء، فسمع الشيخ صوت الببغاء وهي تصرخ بصراخها الأول المعتاد، فجاء فوجدها تموت وقد أكلها هذا الهر، فبكى الشيخ بكاء شديدا. فجاء طلابه فقالوا: وما يبكيك؟ من أجل هذه الببغاء تبكي؟ نأتيك بخير منها وأضعافها. قال: لا يبكيني فقد الببغاء، وإنما أخاف أن أكون مثلها، أقول لا إله إلا الله بلساني في وقت الرخاء، فإذا جاء وقت الموت لم أتذكرها، لا إله إلا الله. فالببغاء كانت تقول لا إله إلا الله لكن لا تعرف الله ولا تفهم معنى ما تقول، وكانت تتعود على ذلك محاكاة ومجرد تسجيل كأنه مسجل فيها، ولذلك لم تتذكر هذا عند الموت وعند الفزع وعند الشدة، لم تقل لا إله إلا الله، وإنما رجعت إلى صراخها الذي كانت تقول بطبعها لا إله إلا الله.